السلام عليكم. حلقتنا اليوم من برنامج تقنيات البناء والإعمار هي حلقة فيها برشة تميز وحرفية باش نقدموا حقيقة علامة متميزة في عالم البناء في تونس. هالشركة هذه هي فريجيا بلوك. اليوم باش نشوفوا حاجة جديدة في تكنولوجيا البناء واللي هي طريقة تركيب القوالب الإسمنتية المتشابكة. طريقة جديدة غير عادية ومستحدثة وتساير التطور في مجال البناء. من أجل أكثر معلومات عن الشركة، المدير التجاري أسامة الأبيض، لو تعطينا بعض المعلومات عن الشركة. عسامة ومرحبا بكم في المقر التجاري لشركة فريجيا بلوك كونستركسيون المتواجد في مدينة سوسة الساحلية، مدينة جميلة برشا وكانت دائما يعني سباقة في بعث المشاريع المتجددة. شركة فريجيا بلوك كونستركسيون شركة حديثة التكوين، تكونت في 2013 والهدف متاعها يعني صناعة القوالب الإسمنتية المتشابكة ولا سكون أبا نحن لبلوك أمبوتي والكوميرساليزاسيون متاعهم. شركة فريجيا بلوك تقترح عليكم زوز أنواع متاع البلوك من ناحية الشكل، يعني البلوك الأولاني هو فارغ نلقاو فيه زوز أنواع، إيكو بلوك هذا بلوك مصنوع من البيتون سيلولار، والنوع الثاني إيدرو بلوك مصنوع من البيتون إيتانش. البلوك هذا ديمونسيون تاعو ستاندر 40 سنتي طول على 20 سنتي عرض على 18 سنتي ارتفاع. أما النوع الثاني يسمى إيزو بلوك، البلوك هذا مصنوع من البيتون سيلولار اللي هو الإسمنت الخلوي، من ناحية الديمونسيون الطول متاعو 40 سنتي طول، من ناحية العرض نلقاو 3 أنواع 10 و20 و30 والارتفاع متاعو 20 سنتي ارتفاع. الاستعمالات متاع البلوك هذية يعني استعمالات متعددة من الديار لفيلا لزيموبل، الاستعمالات يعني في المجال الصناعي في المجال الفلاحي، ونجم زادة نخدموا بهم أجواب متاع الماء والبيسين. القوالب الإسمنتية اللي تنتجهم شركة فريجيا بلوكي كونستركسيون يتعداو على دي تيست في دي لابوراتوار بروفيسيونيل كيما سي تي ام سي سي في باش نثبتوا للحريف كونو المنتوج متاعنا يحترم الشروط العالمية. لي تيست هذوما يعني يتمثلوا في شنو؟ يتمثلوا في دي تيست سور لا ريزيستانس على كومبريسيون، يعني البلوك هذا قداش ينجم يتحمل الضغط، لي تيست ديتانشيتي يعني البلوك اسكو يعدي ماء ولا لا، لي تيست على ليزولاسيون تيرميك وعلى ليزولاسيون فونيك باش نثبتوا كونو المنتوج هذايا فعلا يحترم شروط الجوده العالميه. معنا سي أسامة الأبيض يعطينا طريقة تركيب اللي بلوك هذي. القوالب الإسمنتية المتشابكة يعني الميزة اللي يتميزوا بها كانوا يسباس على لو برانسيب ليغو، اش معناتها؟ معناتها الكعبة تركب في وسط الكعبة، وشي هذايا يخلي البناي ما يبذلش مجهود كبير سور شانتيه باش يعمل البوست، يعني ياخذ الكعبة يغطسها في السيمان تكون خلطة جارية سواء سيمان كول ولا سيمان عادي، كيركبها فوق الأخرى أوتوماتيكمون باش تجي مستوي. والشيء هذا يعني يخلي الخدام وحده، يعني نقول وحده ينجم يخدم لك 20 متر مربع في النهار فاسيل ما يكيب متاع 3 من الناس يكون فيها بناي وزوز خدامة في القام إيزو بلوك ينجم يمشي حتى 60 متر مربع في النهار. دونك الخدام شنو باش يعمل؟ باش ياخذ البلوك يغطسه في السيمان، جينيرالمون تكون حاجة كيما هكا يعني 3 سنتي 4 سنتي، وبعدين باش يبوزه يغطس وكيحط كيحط بالطريقه هذه البلوك اوتوماتيكمون باش يجي مستوي. هذا هي الجام ايكو بلوك لارجور دو 20، بالنسبه للجام باغ اكزومبل ايزو بلوك لارجور دو 10 باش تكون بيان سور خفيفه حتى بيد واحده يعني تتهز، اوتوماتيكمون يغطس ويحط، وبالطريقه هذه الروندمون يكون ماكسيمال والخدام نتاعنا ما يتعبش برشا والكونسوماسيون نتاع السيمان باش تكون اقل من العاده، اقل يعني 3 مرات. القوالب الاسمنتيه فيها اشياء متميزه، من جملة الأشياء هذه الجانب الصحي والبيئي له القوالب هذه، تنجمش تحدثنا عليه؟ بالنسبة للجانب البيئي، البرودكسيون نتاع لي بلوك هذوما يتسماو دي بلوك افابل كونسوماسيون دينرجي، يعني في السيكل دو فابريكاسيون البلوك هذايا ما يستهلكش برشا طاقة. واكتويلمون قاعدين نخدموا مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على مشروع الإنرجي غريز. في شنو يتمثل المشروع هذا؟ يتمثل كونه الإنسان اللي مش يشري اللي بلوك هذوما في المستقبل باش تكون عنده سيبفونسيون، معناتها منحة ترجعها له الدولة لخاطرش استعمل منتوج ما يستهلكش برشا طاقة. وثاني حاجة البلوك هذايا فيه كاليتي ديزولاسيون تخلينا ما نستحقوش نستعملوا مواد أخرى.
وهذا عنده يعني انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التونسي، من شأنه يعني يقلل يعني نقولوا نحن استيراد المواد اللي نطحوا فيها العملة الصعبة متاع الإزولاسيون. المنتوج هذا تونسي 100% أو لا؟ المنتوج هذا يعني كونسيبسيون وفابريكاسيون في تونس، يعني اكتويلمون قاعدين نخدموا على تنجم تقول اوتوماتيزاسيون تاع لي يونيتي دو برودكسيون تاعنا، وثاني حاجه قاعدين نخدموا على لونسمون تاع دي جون بروموتور ولا دي بوينت فونت، يعني انسان يحب يبعث مشروع تاع يبيع ويركب البلوك هذايا باش يشجع اصحاب الشهاده العليا، يعني باش نقولوا نحن ينتصبوا لحسابهم الخاص. سمعنا انه عندكم مشاريع مستقبليه في المؤسسه نتاعكم. كما قلت لك يعني اهم حاجه يعني نحرصوا برشا كون الكود وفابريكاسيون نتاع البرودوي هذايا نحاولوا نزيدوا نطيحوا فيها باش البرودوي هذا يكون يعني موجود للناس الكل باسعار تنافسيه. صحيح طريقه التركيب نتاعو سريعه جدا، لكن رينا انكم قاعدين تسعوا باش تنميوا الطريقه هذه باش تكون اسرع من خلال اله جديده باش تهبطوها للسوق. هو شعار في الشركة يعني البرودوي هذايا غابيد إفيكاس بإيكونوميك، يعني أي إنسان ينجم يعمل البوز متاع البرودوي هذايا. لي ماشيني سبيسيال اللي نجمو نستعملوهم سي أو نيفو غوفيتمون، يعني نقولو نحنا الليق سواء من برا سواء من الداخل، دي ماشين دو بروجيكسيون تكون اسوامهم يعني متوفره ورخيصه للبنايه في تونس باش ينجموا يتحصلوا عليه ويكون يعني ديسپونيبل للناس الكل. اسامه الابيض، شكرا على التوضيحات، ولو تعطينا كلمه اخيره. بكل شيء يعني نشكر تونيزي تي في ايموبيليي او القناه يعني مختصه في مجال العقار في تونس. للتواصل نتاعي معنا يعني عندنا البيرو كوميرسيال الموجود في مدينه سوسه، عندنا نوتر باج فيسبوك اللي هي فريغا بلوكي كونستركسيون اكتيف برشا، عندنا لو سيت انترنت فريغا.com، عندنا نوتر باج يوتيوب فريغا بلوكي كونستركسيون اللي نلقاو فيها يعني دي فيديو بروفيسيونيل نفصلوا اكثر العباد طريقه البوز والخدمه نتاع لي بلوك هذوما، وعندنا النوميرو 6511 اللي هو النوميرو كوميرسيال، اي انسان يحب يستفسر ولا ياخذ اكثر معلومات على البلوك هذا ينجم يتصل بينا في اي وقت. وشكرا. البني بالقوالب الإسمنتية المتشابكة، أصح أسهل أقل تكلفة أسرع وأنظف أقوى وعازلة أيضا. اكتشفنا اليوم أنه اللي ذكرناه حقيقة مش كلام فقط، مشاكل البناء بالأساس هي على مستوى التكلفة وعلى مستوى القوة والصلابة أيضا، ومراعاة المسألة الصحية والبيئية، كل هذا وأكثر لي حل عند البني بالقوالب الإسمنتية المتشابكة. التقاليد الكلاسيكية في البناء في تونس معروفة وصعيب باش تغير عقلية التونسي في استعماله لمواد البناء، لكن يبدو أنه فريغيا بلوك استطاعت بفضل تكنولوجيا جديدة باش تقنع وتقتحم عديد القطاعات، منها الخاص ومنها الصناعية والسياحية والفلاحية أيضا، بمزايا القوالب الإسمنتية المتشابكة. في قناة تونس العقارية وفي برنامج تقنيات البناء والإعمار ديما نقدموا جديد. ما بقى لنا كان باش نودعوكم على أمل اللقاء بكم وأنكم تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا وعناويننا على الشاشة. شكرا، إلى اللقاء.